صباح النور، صباح الخير، كي دايرين؟ السلام عليكم، جمعة مباركة، بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. المهم هذا الفيديو غادي يتصور اليوم، ولكن فوقاش غادي تحت العلم ولله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وأموركم في أحسن الأحوال، كيفاش كتعودوا كل شيء مزيان. هذا النهير هذا نط مع الصباح، درت كسيكسو وبالخضرة والدفاية، لأن عندي واحد الضيف، واحد الأخ من الجزائر، من بليدة بالضبط، وتحية للعائلة ديالو، تحية للناس تاع الجزائر كاملين. وكم اليوم الجمعة، دونك غادي ندير له كسكسو ان شاء الله، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة. خليكم معايا غنوريكم الدفاية كي طلعات، ما نقول لكم شي سلام. وكسكسو راه طيب، وغادي نفطر ان شاء الله، منين غنسالي غنشارك معكم الهدايا اللي جاب لي الاخ خيرو من هنا. تنقول لك شكرا ليه، الله يخطيك، الله يرحم الوالدين، لانه صراحه درتي معنا كاع جهدك، كساني انا وكسا ولادي والراجل ديالي والوالده، وكنا الكادوات. شكرا، نردهم لك ساعه الخير، الله يفرحك. وشكرا حتى للعائله ديالو اسم باسم، على الحلويات، على الملوي، ما شاء الله الملويات بيوم. غنفطر دابا، الله يعطيكم الخير، الله يقويه عليكم وناس الكرام، وشكرا، الله يجازيكم بالخير. وتحيه للشعب الجزائري كامل من هنا، وشكرا. خليكم معايا نوريكم كسيكسو، عاد ندوزو للهدايا ان شاء الله. هانتوما كي كتشوفوا كسيكسو ديالي، هو ها هي الدفايه، هي خليتها تشرب شويه معايا الكه، ما درتش بزاف لانه غير حنا غير ثلاثه ديال الناس، ولادي غادي ياكلوا في لا كونتين. هنا نتوما كسكسو ما شاء الله، هو فين كي فين كيفور. درت كسكسو باللحم والخضيره، راني وجدتها، غندير غير لي كاروت ولي شو دو بروكسل والكورجيت صافي، وغادي ندير الدفايه من الفوق. نتوما تبارك الله هي كتعلق بالزبيب غزاله، وخليكم معايا. يا نعم سيدي، غادي نوجد دابا واحد الكويز ديال القهوه، خليت هاد المليويات حتى طلقوا. شكرا شكرا لكم بزاف، العائله ديال خيرو، الله يخطيكم عليا، والله ينور طريقكم، والله يدخل عليكم هاد النهير بالصحه والسلامه هاد الجمعه. شكرا على هاد المليويات، ما شاء الله عليكم. اما الحلويات راه ما نقول لكم، شخوتي الصلاه على النبي، داكشي اش نقول لكم، البنه 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 البنه، سيرتو المقروطه عباد الله. غنشاركوا معكم وخليكم معايا. المهم انتما كي كتشوفوا جبت عسيله قهوه الريكوري، غادي نديروا مع الحليب. هنا المليويات ديالي هما سخنتهم، وانا الحليبه ديالي تنديرها في الطاس اللي ولدي اسماعيل كان صوبو، باش نوريكم اسماعيل. اسماعيل اللي كان صوبو في ليكول فاش كان باقي صغير، هو لدسان ديال اسماعيل، وجابوا لي مسكين هذا راه في 2014 2015. المهم حبايبي، هنا غنشارك معكم، جاب لي التمر، التمر الجزائر، احسن ما كيعجبني النيد، الله يعطيه الخير، دقلت نور. هانتوما الناس اللي في فرنسا راه كيجيبوا هاد دقلت نور من الجيري، احسن ما كاين في التمر غزال، راه ما نقول لكم شحال معلك. باش نحل شي وحيده، عندي وحده ديجا محلوله في الثلاجه الفوق، المهم باش يتحل. دقلت نور عقلوا عليه، راه دقلت نور غزاله اللي هنايا في فرنسا راه كيجيبوها. جاب ليا تبارك الله مسكين اربعه د البواطات، الله يرحم ليه الوالدين، رانا ديجا درتهم في الكونجيلاتور باش ما يبقاو ليا الا بقاو لرمضان، سيدنا رمضان هو جاي. وهنايا راه ما نقول لكم شختكم، ما كاينش الريجيم، ما كاين غير الله يعطيك صحيحتك، الله يعطيكم الخير، حليوات ما شاء الله. هنايا المقروط بالتمر، هنا هاد الحلوه هادي عاد غنشوف مع اختي مفيده باش دارتها. وهادو حليوات ما عرفتش شنو قال لي السميه ديالهم، تبارك الله غزالين، ما نقول لكمش، الله يعطيكم الخير، الله يقويه عليكم. شكرا على هاد الحليوات، ما كاين لا ريجيم لا والو دابا، حتى يساليو هاد الحكاك. انا قال لك عاد كومونديت على لو تي واحد لي جيلول باش نحيد الكرش، ولكن ما بان لياش. المهم الرحيم الله، وراه ديجا تبارك الله هاد الشيء راه حيدت منه حكيك، درته في الكونجيلاتور باش يبقى ليا، وهادو كنعمر كويز داتاي وكندوزو بهم، الله يعطيكم الخير. شكرا، وداروا ليا مليويات حتى هما، صيفطهم ليا، تحيه للخواتات ديال خيرو. شكرا، الله يرحم بها الوالدين.
المهم رجعت معكم حبايبي باش نشارك معكم الهدايا اللي جاب لي خويا خيرو الاخ. هو على فكره هو حتى هو كوميرسون بحال الزوج ديالي، غير هو عايش في الجزائر وكيخدم السلعه ديال تركيا وديال فرنسا، وهاد لي كادو اللي جاب لينا كلهم ديال تركيا. المهم اش غنقول لكم، واحد الكاتمه جاب لي حمقاتني، جاتني كي كيقولوا سوا سوا وشكرا الله العظيم. صراحه صافي بليزير ملي تتشوف يعني الانسان تيكبر بيك وهذا، وانا من هنا تنقول لك نرضوهم لك في ساعه الخير ان شاء الله، والله يطلق سراحنا والله يعطينا مناش حتى نجيو نزوروكم في الجزائر ان شاء الله يا ربي لا كتاب. المهم جاب لي هذا سويت ديال كينزو وطويل شويه، تيجي مع فيغ لي اونش هذا ديال كينزو، صراحه خدمه غزاله. وشو سبحان الله العظيم، انا ما كنزعمش على الاحمر اللي لبسو يعني تري غار، وهذا الاحمر هذا عجبني لان سان كادو، ما كنشريش الاحمر بزاف، ولكن دابا هذا غادي ندير ليه شي حاجه في الكريم اللي تحت ان شاء الله باذن الله. وهذه كاتمه صراحه لبستها حمقاتني عجبتني، قيستها البارح، وهذا لو او ديالها كيجي واسع، وهذا الكول تيجي هكا والكميمات هكا، صراحه عجبتني بزاف. شكرا الله يعطيك الخير خويا، صراحه عنده الذوق تبارك الله عليه. هذه كاتمه اديداس جابها الميسان جوجين بلو او ديالو غزاله صراحه، جاب لها لاطاي ديالها نيشان 8 سنين. وهنايا هذه ديال اسماعيل، حتى لا كولور عجبتني في هذا البيما اسماعيل ولدي، شكرا شكرا خويا الله يعطيك الخير. وهذا البنطالون ديالها حتى هو بيما في هذا الديزاين من التحت، صراحه شادي نقول لكم تركيا توب في التكستيل، كاينش اللي قد عليها. وهذا سي ان بونطالون اللي جاب لراجلي ريبوك، وجاب له سيرفيت ديال، حتى هذه عجبتني بزاف ارماني غري فونسي، والغري كلير جات غزاله ارماني بهذه الطريقه فنه. انتما هذه ديال الراجل ديالي، شكرا خويا والله الا شكرا صراحه. وعاد كيف ما انا اختكم عارفني مضروبه على هادشي ديال لي مار، ما نقول لكمش مسكين جاب ليا ساك لوي فيتون. المهم البنات راكم عارفين راه سي با ماشي الفري، راه كونتر فاسون، ولكن حاجه مخدومه زوينه. جاب لي هاد السويك شانيل، نعم اخويتي داكشي وداكشي، نعم سيدي. المهم بصحتي وراحتي الله يعطيك الخير اخويا صراحه، والله الا ما نكذبش عليك زعما راك ضربتي لينا كسيه من داك الشرفيع. شكرا. جاب لي هذا ديال الفواياج ان شاء الله، بحال هكا تكون مسافر لشي بلاصه تهز هذا هو وديال هو وهذا ديال، شكرا اخويا ان شاء الله هادشي كله نرضوه لك بساعة الخير، الله يفرحك والله يكمل عليك بالخير. وجاب لي هذا والله الا مسكين الا زعما، شكرا شكرا دار معانا هاكا يكونوا ولاد الناس، هادشي اللي نقدر نقول في حقه. وجاب لي هادي اللي ما نسانيش حاشاكم بالونسياغا غزاله، هادو كلهم ديال لا تركي والخدمه متقونه. مهم عجباتني جات ستيلي في الرجل صراحه فنه، وهذا ما كان ايوا. المهم شاركت معكم الهدايا ديالي ودوليداتي وداكشي والحلويات داكشي، شكرا شكرا بزاف لكم وعلى هاد الكادوات، والله العظيم تنقول لكم جو فوز امبراس كاملين العائله ديال خيرو اللي خطيكم عليا، وشكرا للمتتبعين ديالي. ومنين غنحط القصيعه ديالي ديال الكسكسو غنشاركها معكم باش تي كي كيقولوا ختامها مسك. خليكم معايا حتى القصيعه.
المهم هذه هي القصيعه ديالنا، الله يخلف ويقوي البركه. خليت لكم راحه الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوناش من اللايكات الحباب والبارتاج. نهاركم مبروك وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير حتى الفيديو الجاي.